لكن في كل الأحوال الهيئة الوطنية للانتخابات بتقول لنا ماذا لو انه مفيش غير مرشح واحد، فالقانون هنا بيشترط حصوله على 5% من الأصوات التي لها حق التصويت، وهي الأصوات المقيدة في قاعدة بيانات الناخبين. نقعد نعد بقى نطلع بالرقم في الآخر 3 مليون صوت، يعني لو في النهاية بقى عندنا مرشح واحد في ورقة الانتخابات لازم 3 مليون واحد يروحوا يقولوا احنا عايزين ده. يعني ما ينفعش تقول ايه محدش ترشح غيره ففاز، لا، لازم كمان يكون معاه 3 مليون صوت اللي هم 5% من المرشحين. انتهت كمان الهيئة الوطنية للانتخابات من مسح حوالي 173 ألف توكيل للمرشح الرئيس السيسي من إجمالي أكثر من 800 ألف مسجلة بالشهر العقاري. أنا معرفش طبعا هما لسه بيعدوا ليه، لأنه هو أساسا يعني إحنا محتاجين 25 ألف و20 تأييد من مجلس النواب، وده بالفعل حاصل، لكن يبدو أن هما شايفين أنه مسألة العدد دي مسألة مهمة، ربما القانون بيتطلب منهم كده.